صافي تعطيه. يا شوف 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 سبحان الله قمعت شاني. يا شوف 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 زيدو ما يبتي با. السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. خوت كيما وعدناكم قلنا لكم نهار الاحد ان شاء الله عاوتاني غنعاودو التنظيف ديال السوق باش الزبل ما تراكمش هنايا. وبقوا معنا الخوت، وتحياتي لكم والله يسهل عليكم والله يخليكم لينا. انتم الخوت هذيك النهار اللي تلقينا هادشي، انتم الخوت كلشي رجع ونحاولوا عاوتاني نلقاو اليوم ان شاء الله. وانتم معنا بقات حنا منين صوروا الخير نصوروا على احسن صوره ان شاء الله، ونصور لكم العود بالجماليه ديالو والجماليه ديال الارضيه ديالو. وانتم الخوت معنا فتح فلوق ديالنا، انا وياه عاوتاني اليوم وبنتي حتى هي كتعاوننا. والله يسخر الجميع الخوت، والله يسهل عليكم. وشكرا الخوت على الدعوات اللي كدعيو معنا، شكرا بزاف والله الا شكرا. والناس اللي مشاركين جداد مرحبا بكم الخوت، قناة ديالكم، ومرحبا بكم مرة أخرى. وبقوا معنا الخوت، تابعوا الفيديو حتى الآخر، وتحياتي لكم. ما تنساوش الخوت إلا عجبكم الفيديو تبارطاجيوه الناس باش يتشاف على أحسن سميتو، وتا الناس تعجبهم الفكرة وتا هما ينوضو تا هما يتحركو. كرهناش الخوت يكون كيجي يسمعنا شي مسؤول يدخل تراكس هنايا وينقي لنا هادشي. الله يجازيكم بخير، بقاش كاين هنا الحجر وبزاف علينا حنا بجوج، وما كنديروا اللي في جهدنا باش نقيو الماكسيموم ان شاء الله. ومتى الحجر كنحاولوا دابا نضغطوا للصور، قربوا للصور باش منكم كنصوروا ما يبانش الاوساخ والازبال، واغلب لي كومونتير على الازبال. خوت نضفت هاد البلاصة هادي حيت كاع الوسخ لي هنايا، بقاش انا العودان مرة مرة كيجري كيبقاو يعبروا الخيل. والخوت كاع التماري كنضربو ماشي خسارة في وجهكم، فقط حنايا بغينا الخيل من نصورو نصورو على احسن صورة ان شاء الله، وتكون الارضية والمكان فاش كيتواجد الخيل يكون نقية
وحنا الخوت راه عارفين المسؤولين هما اللي خص يديروا هاد الخدمه، ولكن ماشي مشكله الخوت. كما قلت لكم في الفيديو اللي سابق ديال النهار الاحد، قلت لكم المغرب مغربنا والسوق السوق ديالنا، وحنا الخوت اللي كنبارطاجيو هذا الشيء. خصنا حنا الخوت اللي نكونوا مسؤولين على هاد النظافه، وكنتمنى من الله الناس اللي كتخدم هنايا في السوق توعى وتبقى تنظف راسها براسها. هذا هو الاساس، والجيران هنا مجاورين مع السوق ما يرميوش الازبال ديالهم. وتحياتي لكم الخوت، وكنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل لكاع الناس، باش الناس تعجبهم الفكره وتا هما ينوضوا وينقوا الاسواق ديالهم، باش الناس راكم عارفين الخوت راه كتابعنا من داخل الوطن وخارج الوطن. قلت لنا الازبال وسميتو المسؤول خصني نقيو داكشي، ما بغاوش ينقيو، وحنا المهم حنا درنا اللي علينا، وان شاء الله كما وعدناكم كل واحد ان شاء الله بقى نقيو. وتا الناس اللي كتصور هنايا ان شاء الله نهار يتوفر لهم الظروف تا هما راه غيجيو تا هما يديروا الدور ديالهم، فقط كل واحد وشغله والله حسن العوام. يعني كل واحد والظروف ديالو، المهم حنا توفر لنا الحمد لله الظروف، حنا جينا نقينا وان شاء الله راه مازلنا شي بلايص ليها مازال نقيوهم، وهاد البلايص هادو اللي جمعنا ان شاء الله نشعلو فيهم العافيه. وشكرا للخوت مره ثانيه على الدعوات اللي دعيتو معنا في نهار الحد، ملي بدينا في البدايه ديال التنظيف دعيتو معنا الخوت والناس تابوناو معنا بزاف. شكرا للخوت، وما كرهناش الخوت كاع اللي شاف هاد الفيديو هذا يتابونا معنا الخوت باش نطلعوا القناه، القناه راه مازال طايحه، ونكبروا حتى المتابعين. وتحياتي لكم الخوت، وشكرا بزاف بزاف. ومن هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى فيديو مقبل ان شاء الله. وسمحوا لنا الخوت على هذا المنظر هذا اللي كنصور لكم هنا، فقط غير باش الناس توعى، الناس اللي تجي للسوق هنايا وتحاول ما ترميش الازبال، وتعرف المعاناه اللي كدوز علينا حنايا اللي كنقيو، وماشي مشكل الخوت، حاجه مختاره في وجهكم. وتحياتي لكم، واللي ما عندوش فتح فلوق يدخل يتابونا عنده، حتى هو الخوت هو اللي جا معايا، حنا راه معاونين حنا بجوج انا وياه، وجبت معايا بنتي الصغيره حتى هي قلت لها بابا ديني نعاونكم، هي المهم كتعاون على الشيء اللي قدات. وبالتوفيق للجميع، والله يسهل عليكم والله ينجح لكم وليداتكم.